هشام اللي جايبك بدري؟ انت بتعيط يا حبيبي، مالك؟ ياسمين عايزه تتطلق يا ماما. هو ده اللي انا كنت عامله حسابه. وايه ده اللي كنت عامله حسابه؟ اصل هشام اترفد. اترفد؟ طب هو اترفد هي تسيب البيت ليه؟ دي تبقى قله اصل. لا يا بابا، مش المشكله اني اترفدت. امال ايه المشكله يا ابني؟ حاجات كتير، كل حاجه. الدموع غالي عليا قوي يا حبيبي. مستغرب انت اترفدت، سيب البيت ليه؟ ولا عايز اعمل ايه يا بابا؟ اسيبها هي تمشي هي وعمر؟ ايوه، تروح بيت ابوها وتتعذب عشان تعرف قيمه جوزها. ياسمين لو راحت بيت ابوها تنبسط يا بابا، وعمر ابني ده يتصرف عليه احسن 100 مره ما انا بصرف عليه. مش بعيد يقول لي خلوه يا بابا. ابني شايفني فاشل يا بابا. بقول لك يا هشام يا ابني، موضوع ياسمين انا هحله ان شاء الله. ازاي بس؟ معرفش، بس هيتحل ان شاء الله. انا هرجع الشغل واكلمهم من هناك، هتيجي معايا وناخد ده اللي معانا ان شاء الله. حاضر. جرز اهو. الو ابو عبد الله. ايش يا ابو هشام؟ بخير؟ ليش بتدق علي بهالتوقيت؟ نحن بأول ساعة في الدوام يا شيخ. وحشني يا عم قبل أي حاجة، أعمل إيه؟ بقول لك، أصل أنا فكرت كده أرجع الشغل تاني وأجيب معايا مراتي. بالمرة أجيب هشام معايا أشوف له شغل. هو خريج تجارة. وإيش بتريد كمان؟ زوجتك وهشام وحدهم ولا بتبغى العيال والوالدة بالمرة؟ لا الله يخليك، كريم قوي. لا بقول لك، لا الولاد هنا اللي عنده دراسة واللي في شغل. لا انا بفكر بس في هشام، وانا عارف ان انتوا كنتوا محتاجيني في الشغل يعني. ما انو محتاجين لك يا ابو هشام، نحن ما صدقنا مشيت يا رجال. تدري براتب حقك؟ فكناك باربع رجال يشتغلون. ها ابو عبد الله، هو شبك عندك فيه حاجه؟ صوتك مش واضح قوي. خلاص يا بابا اقفل. لا مش ماشي 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 يا عم، مش مهم. انا هو هشام هو المهم. هو ده دم جديد يعني. ابو هشام ما في فرصه الحين، ان لقيت بصير اكلمك. ماشي حبيبي، ربنا يخليك ابو عبد الله. الف 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 سلامه. سلام سلام بابا. انا ما كنتش عايز اسافر اساسا. هو اظنك كده. انا ابو عبد الله يحب ان يهزر معانا كده يعني. كوني بأربعة. كوني بأربعة يا دلال. كوني بأربعة يا ولاد. دويدار، هتعمل إيه يا حبيبي؟ هعمل ايه يا دلال؟ هنام. هتنام ايه؟ يا راجل ده انت لسه صاحي، يعني ما ينفعش تنام دلوقتي. وبعدين والله ما تنام وانت منكد، ايه رأيك بقى؟ فكوني بأربعة يا دلال. معنى كده ان شغلك كله ما ينفعش حد يعمله لوحده. معنى كده ان انت قوي، كنت شايل حمول جبال على كتافك. تفتكري؟ إلا افتكر. وبعدين هو احنا ناقصنا ايه يعني؟ مفيش حد بينام من غير عشاء، وربنا ما بينساش حد. طب ده احنا لمتنا مع بعض بالدنيا وما فيها. وبصراحة وانت مسافر
كنت بتوحشني قوي، وعشان كده انا كمان مش عايزك تمشي. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك. يخليك لينا ما يحرمناش منك، ده انت السند والاهل والامان. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.